السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم في اتم الصحه والعافيه. غبرت عليكم شويه، سمحوا لي بزاف، كنت مريضه شي سيمانه هذه، دابا يلا شويه الحمد لله. المهم اليوم غادي نشارك معكم بعض الحيه اللي كندير انا في البيت ديالي، الصراحه اللي كيعطي واحد النتيجه رائعه. بزاف ديال الناس ما عارفينهمش، وكاين الناس اللي عارفينهم، ماشي مشكل، غادي نعاود هذه الحيه باش تعم الفائده ويستافدوا منها بزاف ديال الناس. كيف ما كتشوفوا، باش غادي ندير واحد الحيله باش غادي نعطروا البيت ديالنا وتعطي فيه واحد الريحه صراحه اللي غزاله غزاله بزاف، غادي تعجبكم وبطريقه زوينه وسهله كيف ما كتشوفوا. يعني غادي تشريو هذه العيبه، كاين اللي عنده بزاف اللي كندير فيها هنايا واحد زيت الاساس، وكتكون فيها هنايا واحد الشميعه اللي كنشعلوها كيف ما كتشوفوا، كنشعلوها يعني كتعطي ديك السخونيه الفوق، وهذاك زيت الاساس اللي كنديروا هنايا يعني كيتبخر وكيعطي ريحه في الدار. كاين اللي ما كيعجبوش هاد الزيوت الريحه ديالهم، المهم جبت لكم واحد الطريقه اخرى اللي غادي ديروها، الريحه ديالها غادي تكون زوينه الصراحه، غادي تكون بارده ورائعه. المهم زيت الاساس ديال هادو راه هما هادو انا شاريه كيف ما كتشوفوا، انا كنت شاريه من كاسانوفا، الناس اللي هنا في ايطاليا، راه في المغرب راه موجودين هاد الزيوت، الريحه ديالهم كتكون مركزه بزاف، كيعطي واحد الرائحه مجهده في الدار، ولكن كاين اللي ما كتعجبوش. راه عندي انا كنستعمله مره ها هو، الصراحه هذا الريحه ديالو غزاله، كنت شريتو الريحه ديال ستراديفاريوس، الناس اللي كيتقداو الحوايج من التياندي ديال ستراديفاريوس كتكون واحد الريحه يعني، واخا دوزي غير من قدام كتعطيك واحد الريحه مجهده كيديروها. بقيت كنقلب حتى لقيت هذه الريحه مشابهه ليها في هاد زيوت الاساس، كنديرها الصراحه رائعه، كانت كتعجبني هذيك الريحه ديال ستراديفاريوس، كانت تعجبني بزاف يعني، هذيك التياندا مميزه بهذيك الريحه. المهم كيف ما كتشوفوا غادي ندير واحد البديل ديالها، غنديروا هذا الامور بيدون ديال الحوايج اللي كنديروا كيعطينا ريحه غزاله، اللي كيعطينا في الحوايج كنديروه في لاماشين، ما كتبغي تصبني الحوايج اولا كنديروه في لافاتريش. المهم هذا انا كنستعمل هذا النوع، نتوما ديروا النوع اللي كيعجبكم والرائحه اللي كتعجبكم. المهم هذا بقى فيه شويه، المهم غادي نخوي هنايا الفوق في بلاصه هذا الزيت الاساس. هانتوما كيف ما كتشوفوا، ماعرفتش واش كيبان ليكم، شوما انا عمرتها من الفوق. صراحه الرائحه ديال هذا راه غزاله غزاله بزاف، غير جربوا صراحه رائحته واعره، ولكن انا كيف ما قلت لكم النوع اللي عندكم تقدروا تستعملوه. وطبعا صافي غادي نشعل هذه الشمعه اللي كتكون هنايا، غادي نشعلها، راني دائما كنستعملها. هاد التعطير ديال المنزل من احسن ما ديروه حتى تردوا غداكم وتسيقوا الدار، يعني ما يسبقاش لكم ريحه الطياب، ماشي تسيقوا وتعطري البيت وعاد من بعد غادي نوضي غادي طيبي، يعني ريحه الطياب غتعطي في الدار، يعني لا، حتى طيبي غداك من احسن جفي الدار وعاد عطري البيت ديالك بهذه الطريقه، الصراحه رائعه رائعه. تقدروا تاخذوا حتى جوج ولا ثلاثه، يعني وحده ديريها هنايا في الصالون، وحده ديريها في بيت الناس، وحده ديريها في الحمام، وهي تجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. كيبقى كيسخن لينا هاد السطح ديالها كيسخن، وكتبدا عاطي واحد بحال غتبدا الرائحه عاطيه، صراحه رائعه كتعطي واحد الريحه، وكدير لينا بزاف، ماشي بحال هاد الزيت الاساس، يعني اون فوا كديريه ما كاملاش حتى شحال من ثانيه يعني كتلقاي هو تبخر بالزربه، يعني هذا كيبقى عاطي وكيعطي واحد الريحه اللي بارده وغزاله غزاله في الدار. المهم نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الفكره، هذه اول فكره، وغادي نشارك معكم الفكره الثانيه اللي كنعطر بها حتى هي البيت، كتجي غزاله غزاله بزاف. المهم خليكم معايا. الحيله الثانيه اللي كنستخدم، كنستعمل هاد البوطون ديال الماكياج باش كنصفو الماكياج على هاد الشكل، وكناخذو نفس هذا كنستعملو عاود بهاد الطريقه بهاد الشكل، هانتوما كيف نتوما تشوفو. صافي يعني دابا غندير واحد الحيله الثانيه اللي غادي نديرها انا في الماريو ديال الحوايج، يعني انفو تنبغي نطوي الحوايج، يعني ملي كنهبط الماريو كامل وكنبغي نطويه كندير هاد الحيله، كتبقى لي الريحه في الخشب عاطيه بزاف، وكتبقى حتى في الحوايج رائعه، فين ما حليتي الماريو يعني كتعطيك واحد الريحه اللي غزاله غزاله غزاله، يعني الماريو ملي كتخوي كامل من الحوايج كتبغي تطويه، يعني كدوزي بواحد الكوطون بهذا الشكل، يعني كتمسحيه كامل.
بهذا الشكل يعني تمسحي تمسحي الجوانب ديالو من هنا من هنا من الفوق، المهم على حساب انتيا اللي بغيتي بهذا الشكل كتمسحو. الصراحه كتبقى واحد الريحه في الخشب ما نعاودش لكم، وفي الحوايج يعني واحد الحيله اللي كنديرها عاود تنديرها دائما، كتعطي واحد الريحه غزاله في الحوايج، وكتبقى كيف ما قلت لكم في المحل ديال ماريو كتعطيك واحد الريحه اللي غزاله غزاله بزاف. المهم هذه هي الحيله الثانيه، غادي نوريكم الحيله الثالثه. المهم البنات هانتوما شوفوا من بعد ما سخلينا هاد البرودوي اللي درنا هنايا، هانتوما تشوفوا يعني كيعطينا واحد والريحه ديالو كتبدا طالعه كيف ما كتشوفوا، يعني راه عطيه واحد الريحه الغزاله غزاله في الدار. المهم غادي تخليوه على هاد الشكل والشمعه غادي تبقى شاعله، يعني راه كدي لكم الوقت بزاف يعني غيسالي هاد البرودوي والشمعه ما غاديش تسالي، يعني غادي تخليوه هكا حتى يسالي لكم هاد البرودوي اللي درتو من الفوق، وتتعطر لينا الدار كامله. ولا يمكن لكم اللي كانت عندكم مع وحده يعني يمكن لكم تحولوها لجهه اخرى باش تعطينا الريحه غزاله في الدار. المهم على هاد الشكل هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني راه بدا كيسخن. المهم الحيله الثالثه هي هذه كيف ما كتشوفوا، يعني ملي كتبغي تجمعي الدار تصفي الغبره اللي فيها كامل، يعني ضروري كدوزي هاد سبيراتور كدوزيها يوميا، يعني وانتيا كدوزيها باش غتعطيك واحد الريحه الصراحه اللي غزاله مع ديك السخونيه اللي كتعطي اللي كتخرج لينا من هنايا، يعني كتبقى تعطينا واحد الريحه اللي غزاله. هاد الفكره كانت قالتها ليا واحد السيده في واحد الجروب، والصراحه جربتها رائعه رائعه. المهم كتحلوها من الفوق من هنا كيف ما كتشوفوا، غادي نحلها يعني من هنايا، وكتاخدي هاد الزيت الاساس هذا اللي كيكون مجهد، هاد الزيوت الاساس يعني كتاخدي واحد على حساب انتي وشنو بغيتي، يعني اشنو اللي عجبك فيهم، راه فيهم بزاف ديال لي غوستو، فيهم بزاف ديال الروائح وكل واحد واشنو كيعجبو. صافي يعني هانتوما غادي نعمر واحد القطرات، يعني ما ديروش بزاف لان هاد الزيت قلت لكم راه كيكون مجهد، ويعني وكنخويو في هاد الثقاب، يعني هنا كنخوي جوج نقطات عاود كنخوي هنايا جوج نقطات. يعني الصراحه ملي كتخدميها راه كتعطي واحد الريحه اللي غزاله غزاله في يعني في الزربيه في الدار، يعني كتبقى خارجه الريحه غزاله. هاد الحيله هي اللي استفدت منها الصراحه اللي رائعه، وبغيت غادي نشاركها معكم حيله باش انك انتيا كتجمعي في الدار والريحه يعني واحد التعطير كيعطي في الدار غزال. صافي بهذا الشكل صافي وكتخدميها تتخدميها عادي وتسبيري الدار ديالك كامله والريحه عاطيه وانتيا كتستمتعي بواحد الريحه اللي كتكون صراحه غزاله غزاله. المهم الفيديو ديال هذا النهار هو هذا، تنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحيل. المهم مره اخرى غادي نشارك معكم حيل اخر، هادو بالنسبه للتعطير وبالنسبه لسرور التعطير ديال الدار وديال ماريو، صراحه غزالين غزالين الا جربتوهم ما غاديش تستغناو عليهم. المهم الفيديو ديال هذا النهار هو هذا، تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه تبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تعم الفائده، وما تنسونيش من اللي جام ومن التعاليق ديالكم. المهم ما بقى ليا الا نقول لكم بسلام عليكم.